بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم حيدنا، ولا قبل من اليوم حيدنا القرقاع صافي، وكنا خلينا شي شوية، ولكن تبارك الله الطيور ما شاء الله ما وضروش بصحتهم وراحتهم، كل واحد كيدي اللي في النصيب ديالو. ويلاه معايا تشوفوا الانتاج ديال هذا العام، انا فرحانه وفرحانه به بزاف الحقيقه، كميه لا باس بها. هانتوما تشوفوا الانتاج، ها هو الانتاج، ما شاء الله لا قوه الا بالله، كثير تبارك الله. ما عرفتش شحال من كيلو غادي يكون. قصت لي شتا الكرتون ودار شي شويه، ولكن ماشي مشكل وصافي. ودابا غادي نبقى نقي وغادي نديرو، شوفوا كيفاش داير. غادي نحاول باش بحال هادي نمسحها وداك الشيء ان شاء الله ونقيه. سير سير البصاصه تقشر سير، وهذا القشره حتى هي ما غاديش نضيعها في الحقيقه. غادي ندير الحاجه اللي زوينه ما خسرات شيء، غادي نبسها وغادي نديرها مع الحنه، يعني كتعطي واحد اللون رائع جدا جدا للشعر، وهذا الشيء اللي كاين. وغادي نبارطاجي معكم حتى اللوز حيدناه، وحتى هو كان واحد الكميه هنا لاكوت، واحد الكميه لا باس بها. البنيته حيدات ليا الموس وبغات تسدي ليا، وصافي غادي نجمع هادشي ان شاء الله، وغادي نبارطاجي معكم حتى اللوز باذن الله. وهانتوما معايا غادي نقي هادشي، هانتوما كي كتشوفوا، وغادي نشوفوا النتيجه في الاخير، وغادي نوريكم، لان دابا الجرده صافي راه خرفات صافي، كلشي بدا سبحان الله العظيم، كلشي بدا كيباس، وكلشي الخريف خلاص راه وصل، والشجار والروينه في الجرده ما نقول لكم شبر الربيع. المهم غادي نقي هذا الشيء وغادي نتلاقى معكم باذن الله. ايوا انتما انا مع التنقيه، هو هذا الشيء اللي مازال ما كملتش. انتما الوسخ كثر، ومازال انا كنقي، واللوز خلاص راه جمعنا شويه، ومازال هاد شويه هذا وعاتيرني حاطه في الارض هاد الشيء وصافي. المهم غادي نكمل وغنتلاقى معكم نوريكم اشنو الكميه اللي عطاني هاد الشيء ان شاء الله. نشوف ليا حلي، عندي واحد البنيته هنا راه كتعاونني ما شاء الله. نو هانتم حلي حلي، انا نحلك انا عفاك. نو هانتم هانتم بنيتي الصغيره كتعاونني، باش ما تقولوش راني بوحديتي كنقي في هذا الشيء. هانتم الشهود، وراه واحد البرد ما نقول لكمش، وحنا راه جالسين هنايا كان نقيو في هذا الشيء، وغير خلى على الله وصافي. وشوفوا سبحان الله العظيم، هو اصلا ملي كيبس كيتفرقع بوحديتو، يعني انا بحال هادو كنحاول هذا راه ما درتش لي كات، راه يدي ما نقول لكمش، ما قلت بلاش ساعه راه تضبغوا لي يديا، ماشي مشكل، راه حنا دائما الماء. شوفوا كيفاش كتفرقع سبحان الله العظيم، كتفرقع وكتخرج بحال الفلوس، بحال البيضه سبحان الله العظيم، غير هكذا وكتخرج سبحان الله العظيم. هاي شوف دغيا دغيا، هادو الا بقاو بوحدهم هكا غادي كتبقى تيبس تيبس حتى كتفرقع وكتخرج القرقاعه. لله في خلقه شوء، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ودابا هذه هي الكميه تبارك الله اللي عطى ما شاء الله. هانتوما كي داير القرقاع زويون، راه باقي ما يبش خضر، هانتوما يدي راه تضبغوا به سبحان الله العظيم مغزال. هذه هي الاله ديالتو باش كيتهرس، كدير هكا وكتسميتو، وهذه هي الكميه ما شاء الله لا باس بها، داك الشيء رفع الحمد لله. دابا غادي ندوزو للوز. اللوز هذه هي الكميه اللي حصلنا عليها من اللوز، ما فيهاش، وغادي تشوفوا حاطه حداها ديال الثومه، غتقولوا جاب اللوز للثومه. هذه هي اسهل طريقه باش تهرسوا، يعني حيت هذا كديري اللوزه كتبقى غير كتلعب، كتجي كبيره كبير عليها،
ولكن هذه هي اللي كتجيبني شان. هانتوما غادي تشوفوا يعني كتخشى اللوزه هنا رصاصو غير برصا. لا 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 ماشي بالحجره. شوف ولدي جايب حجره باش نهرسو بالحجره حيت شافني قبيله كنهرس بالحجره. نجيب واحد اللي هذا وصافي وكنبركو هكذا. ها سمحوا لي صافي كيبرك الانسان. غادي نبرك عليها شويه ها انتما شتي غير بركه صغيره راه لارسه. ها انتما ها اللوز تبارك الله حتى هو باقي طري. عندها صهيب ها انتما ها هي ديك اللوزه اللي بون بابا. شوف وريني نشوف شتي تبارك الله كي دايره. اللي بون اللي بون مش بالصحة بالصحة والراحة. إيوا هادشي اللي كاين هذا هو الإنتاج. وغادي نخليكم مع هذا الفيديو غادي نكملو هنايا. هذا هو الإنتاج اللي عطى الله ديال القرقاع وديال سميتو ديال اللوز. الحمد لله وشكر لله. غادي نخليكم هنا وغادي نوريكم الفيديو المقبل إن شاء الله الإنتاج الكبير اللي غتشبعو عليه غادي أعجوبة ديال الجنجلان وغادي نجمع الفلفله لان دابا راه صافي كلشي خرف. وكما كتشوفوا انا حدا الشفرج اللي بدا كيطيح ليا راني بديت كنفرغ في سبيل الله ومازال ما حيدت شاي في الحقيقه مازال ما حيدت حتى الزيتون كاين واحد شويه وصافي ماشي بزاف غادي نحيدو حتى هو. والمهم الفيديو المقبل ان شاء الله غنوريكم الانتاج ديال الجنجلان كيفاش فين وصل الجنجلان وشنو دار دابا عرفتي. ودابا الخريف راه الربيع والوراق الشجر يعني وعندنا لي طراو وداكشي مازال ما كملنا. ملي غادي نكملوا لي طراو غادي نوريكم شنو درنا وداكشي شنو درت في الضو وشنو درت في درت لو بلون دو طراي شنو درت في الكوزينه ان شاء الله يا ربي داكشي مازال شي شويه. وحتى لهنا غادي نخليكم وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وصحابكم واللي عجبو يدير واحد كومونتير زويون بحالكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه.